وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي. بعد التحية دكتور، وزراء مجموعة العشرين خلال اجتماعهم بإندونيسيا سعوا لإيجاد حلول لأزمتي الغذاء والطاقة عالميا، لماذا أخفقوا في الخروج بتوصيات لحل الأزمات العالمية في قطاعي الطاقة والغذاء؟ بالفعل يعني التوقعات السلبية للاقتصاد العالمي يمكن يعني بتلعب دور أساسي في حالة التشاؤم التي تواجه العديد من بلدان العالم. يمكن نحن يعني عندما نتحدث عن التوصيات والحلول فيمكن الجزء الأصعب هنا تنفيذ تلك التوصيات. طبعا يعني الدول مجموعة العشرين أو الدول الصناعية السبع الكبرى والدول الأوروبية وخلافه يمكن لا تملك بالمعنى المفهوم حلول سريعة لأزمة الطاقة، لأنها ليست من الدول التي تنتج البترول ولا تنتج الغاز بكميات كبيرة، أو ليس لديها القدرة أنها تؤثر في الأسعار العالمية. وبالتالي طبعا إحنا شايفين أن الدول المنتجة للطاقة سواء بترول أو غاز يمكن هي المستفيد الأكبر، خاصة دول منتجي النفط هي المستفيد الأكبر من الارتفاع الكبير الذي حدث في أسعار البترول في الفترة الحالية. وبالتالي يعني فكرة أن هم يكون في زيادة كبيرة في إنتاج البترول علشان نزيد المعروض منها يمكن إلى الآن تبدو صعبة إلى حد ما، إلا إذا طبعا يعني حدث تغيرات عكس اتجاه يعني تغيرات جديدة أو تغيرات طريقة. مثلا على سبيل المثال لو فنزويلا أو إيران حدث نوع من أنواع التسويات السياسية معهم وإن هم يقدروا يزودوا إنتاجهم من البترول، هو ده الحل يعني الظاهر إلى الوضع في الوضع الحالي، إن هو ممكن يقلل يعني يزود المعروض من البترول. ولكن طبعا يعني إحنا إن أسعار الطاقة أو ارتفاع أسعار البترول يمكن هي السبب الأساسي اللي هي أثرت في معدل التضخم العالمي، والأمر اللي خلى حتى البنك الدولي وفي تقريره أفاق الاقتصاد العالمي الأخير يتحدث عن الركود التضخم الذي يصيب العالم، كمان حتى إن انعكاساته لمعدل النمو في العام 22 و23 يتحدث انه هيحدث في تأرجح في معدل النمو، يمكن بعد ما كان متوقع في عام 22 معدل نمو اكثر من 4% يتحدث الان على 2.9%، وان عام 2023 الى الان يبدو ان ملامحه الان انه ممكن يحدث تباطؤ في النمو او يمكن معدل النمو ممكن يكون اقل او في حدود عام 2022 ان لم يجد طارئ. يعني صحيفه فاينانشال تايمز البريطانيه اكدت على سلسله الزيادات الكبيره في اسعار الفائده من جانب البنوك المركزية حول العالم، والتي تعمل طبعا على مواجهة التضخم المرتفع. ما توقعاتك للنمو الاقتصادي على مستوى العالم؟ يعني طبعا انا زي ما قلت ان النمو الاقتصادي العالمي يعني وفقا للتقارير الدوليه كان يسبح في فلك 5.7% في عام 2021، لكن في عام 22 طبعا انخفض بشكل كبير الى اقل من 3%، بالاضافه لان يعني توقعات معدل النمو العالمي الى عام 2024 لا تزال طبعا نتيجه تعطل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجاره. يعني احنا دايما بنقول عليه ان الطلب ضعيف او الطلب مش يعني مش الطلب بنقول عليه الطلب المكبوت، يعني الطلب ضعيف، وبالتالي يعني برضو السياسات النقدية الصعبة اللي انتهجتها اغلب البنوك المركزية زي رفع سعر الفائدة ده برضو يعني هيعطل شوية معدلات النمو على امل ان معدلات التضخم تنخفض، في حين ان لما تنخفض معدلات التضخم ده بالتالي هيترتب عليه ان هو ممكن ترجع الدول دي ان هي تخفض من سعر الفايدة، وبالتالي لو خفضت سعر الفايدة ده هيحفز الاستثمار ويحفز الاستهلاك وبالتالي يحفز الطلب، وبالتالي ده ممكن تعود مرة تاني للنشاط الاقتصادي ان عجلة النشاط الاقتصادي تعود الى سابق عهدها. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور كريم العمدة، استاذ الاقتصاد الدولي، كنت معنا عبر الهاتف.